احبائي بنات الحبيب كاس وحلقه جديده. ده وقتنا الاسبوعي بتجمعنا فيه شاشه قناه الحريه امام عرش النعم. النهارده بنجتمع في وقت كل الناس اجمعوا انه من اصعب الاوقات اللي مرت علينا لمده طويله. الحقيقه الصراخ بيتعالى في كل مكان، في كل وقت انا بصلي فيه بسمع الصرخات اعبر الينا واعنا، وبوجه هذه الصرخات لالهي وبقول له يا رب محتاجين معونه، مفيش حد ينفع نروح له غيرك ومفيش حد يقدر يحمينا غيرك. النهارده كلنا بنفس واحد قلب واحد هنقول له يا رب فيك نحتمي، ملناش حد غيرك. مليان بالرجاء ومليان بالثقة في إلهي، مش خايف، مطمن جدا لأن إلهي أعظم من أي تحدي. أنا عارف إن التحدي صعب وناس كتير بتجتاز يعني في ظروف بالغة الصعوبة، لكن عاوز أطمنك إن إلهك أعظم من كل الظروف اللي أنت بتجتاز فيها. تعالى ارتاح على صدره، تعالى استريح في محضره، تعالى أشعر بالأمان، لأن مفيش أمان دلوقتي غير في ستر العلي في ظل القدير. مفيش أي حد تاني في الدنيا شاعر بالأمان، شاعر بالإطمئنان، لكن الذي يقترب من مقادس العلي ويحتمي بستر جناحيك هو ده اللي بيتمتع بالأمان. تعالى اتمتع بالأمان معانا النهاردة. بيسعدني يكون معايا والحقيقة اشتقت لي جدا شريك الخدمة الأخ الحبيب مجدي بولس. أهلا بيك يا أخي. أهلا وسهلا بيك يا دكتور، وأهلا بكل الأحباء، وحشتونا وأنا مبسوط أن أكون معاكم النهاردة في محضر الرب. أنت وحشتنا، وأنا واثق أن كل شركاء الصلاة افتقدوك. بشكر رب من أجل وجودك معنا النهاردة، ومع بعض هندخل عرش النعمة ونحتمي في إلهنا لكي نشعر بالسلام ونشعر بالطمأنينة. من فضلك ابدأ لنا بالصلاة. أمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، أمين. يا رب نشكرك، نأتي إليك يا رب، نقترب إلى شخصك يا رب، ونشكرك لأنه أنت ملجأنا، أنت حمانا، أنت حصننا، أنت هو الستر وأنت هو السند وأنت هو يا رب الصخر الكامل صنيعه. يا رب احنا بنحتمي يا رب، بنعمل زي ما مكتوب عن الوبار طائفة ضعيفة لكنها تضع بيوتها في الصخر، واحنا النهاردة جايين يا رب بضعفنا، جايين بمخاوفنا، وبنقول مع عبدك كاتب المزمور في يوم خوفي أنا عليك أتكل. نحتمي فيك يا رب، نحتمي في ظلك، نحتمي في ظل جناحيك يا رب، نختبئ يا رب في ظل شخصك المبارك. نحن نقترب إليك يا رب النهاردة ونقول لك يا رب أعطنا الأمان الذي يتمتع به الوبار وهو في الصخر. يا رب احنا في الصخر الكامل صنيعه يا رب، أنت لنا، وإن كنت أنت لنا فمن علينا. بصلي يا رب أنك تملى كل قلب بالسلام، بصلي لأجل كل نفس يا رب مضطربة، كل نفس يا رب فيها مخاوف وتجتاز في مخاوف صعبة. بصلي يا رب إن كان الإنزعاج في الخارج، لكن أعطنا أن نتمتع بسلامك اللي أنت قلت عنه: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. يا رب بصلي لأجل كل نفس مضطربة إنك النهاردة تزورها زيارة خاصة، إنك تتلامس يا رب مع احتياجات الجميع، إنك تعلن ذاتك يا رب، إنك زي ما دخلت والأبواب مغلقة وقلت للتلامس سلام لكم، زي ما جيت لهم وانت ماشي على المية وقلت لهم لا تخافوا أنا هو لا تخافوا. يا رب سمع الصوت ده لكل واحد واحدة النهاردة. بصلي
إليك يا رب لأجل كل نفس بتشاهدنا. زور الجميع زيارة خاصة، اذكر وقتنا أمام جلالك. بنستودع الكل يا رب بين إيديك ونشكرك، لأنه بالإيمان يا رب بنثق أنك حاضر، بالإيمان نثق يا رب أنك ستصنع أمور عظيمة يا رب، أنك ستعلن عن ذاتك يا رب في هذه الأيام الصعبة، أن نورك يزداد في وسط الظلمة، وأن نورك يشرق يا رب على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. نستودع الكل بين إيديك، نشكرك لأنك تسمع ولأنك تستجيب لنا في الشفاعة الكاملة. يا أبانا أجبنا، لأن لك كل الإكرام وكل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. بك يا رب نحتمي، وليس لنا يا رب ملجأ سواك. جايين يا رب النهاردة نترمي في حضنك يا رب، نستريح بين يديك من عناء ومشقة، من مخاوف ومخاطر، من سهام تطير في النهار، ومن وبا يسلك في الدنيا. جايين نحتمي فيك يا رب، ونشكرك لأنك أنت ملجأنا يا سيدنا الرب، وأنت حمانا يا رب. بصلي من أجل إخواتي في مصر يا رب، اللي بيواجهوا ظروف بالغة الصعوبة. انت اللي تسند يا رب، وانت اللي تحفظ، وانت اللي تشفي يا رب. بصلي من اجل يا رب فلسطين، بصلي يا رب من اجل سوريا، بصلي من اجل العراق، بصلي يا رب من اجل اليمن يا رب. ناس كتير جدا في هذه الاماكن تعبانة جدا يا سيد الرب، بتواجه مخاطر غير عادية يا رب. تحنن يا سيد، تحنن. بصلي أيضا يا رب من أجل الهند يا رب، من فضلك، من فضلك يا رب اتمجد، وضع حد يا سيد، ضع حد، محدش يعرف يحلها غيرك، محدش يقدر ينقذ غيرك. عندك يا رب النجاة، عندك الخلاص. عشان كده يا رب جايين كلنا النهاردة بقلب واحد نطلب وجهك يا رب، جايين بقلب واحد يا رب نقول لك اتمجد، ورينا مجدك يا سيد، ورينا مجدك. احنا مش لوحدنا ولا بنواجه ده لوحدنا، انا لست وحيدا، لكن يا رب انت سندي، انت ترعانا، انت يا رب تهتم بينا، انت تسيك حولنا بسياج من النار يا رب. عشان كده قلوبنا مليانة بالسلام. طمن كل إنسان بيسمعنا دلوقتي يا رب، إلمس كل جسد مريض أيضا الآن واشفيه يا رب. هناك وباء، لكن يا رب أثق أن هناك معجزات شفاء. مد إيدك اشفي، اصنع معجزات أيها الرب إلهنا. بصلي واثق أنك بتسمع وتستجيب لي كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين. كذبوا من قالوا إني وحيد في الأرض دون سنيد، من هزأوا من إيماني برب المجيد. كذبوا من زيفوا الكلمات واستسلموا للذات، وأشاعوا أن الله بعيد بعيد كما السماوات. كذبوا فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، الله يحميني إذا ساءت بي الأحوال، الله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، والله يحميني إذا ساءت بي الأحوال.
وإلهي في قربي يشبعني بالحب، وإلهي في قربي يشبعني بالحب وينير لي دربي ويحقق الآمال. الله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، الله يحميني إذا ساءت بي الأحوال، فالله يرعاني كما يرعى الأب الأطفال، والله يحميني إذا ساءت بي الأحوال. إلهي في قربي يشبعني بالحب، وإلهي في قربي يشبعني بالحب وينير لي دربي ويحقق الأمال. كذبوا من في السماء يعادله، من على الأرض يشابهه، ما هابته تكلله، ابن الأحضان الأزلية بمراحم رب أغني، عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية، ملوك الأرض يسجدون له بخشوع يخضعون، من غيره غلب المنون، يسوع فادي البشرية بمراحم رب أغني، عن حقه يخبر فمي، أزال في مني، منحني سعادة أبدية، بجماله قلبي مفتون، ببهائه سحر العيون، شعبه نرجس شارون، ابن الأحضان الأزلية بمراحم رب أغني، عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية بمراحم رب أغني، عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية. حقيقة مشاعر خاصة يا أخي مجدي، أنت بتني وأنت بترنم مراحم الرب أغني، مشاعر فرح لأننا هنفضل نرنم ونغني بمراحم الرب مهما كانت الظروف، مهما كانت الظروف لن تتوقف ترنيماتنا، ولن يستطيع العدو
أن ينزع فرحنا مننا، هنفضل نغني له. يمكن عشان كده وانت بترنم بمراحم الرب أغني، يعني روح قدس ملا قلبي بفرح سماوي. أمين. يعني ومش عارف ليه تذكرت مرات أيوب وهي بتقول له يعني بارك الرب وموت. واضح أن أيوب وسط التجربة كان بيبارك الرب، ما عرفش كان بيعرف يرنم زيك كده ولا لا، لكن كان بيبارك الرب وبيعبر عن ده للحد ان مراته عاوزه تقول له اسكت، انت هتبارك على ايه يعني؟ ده انت في سكتك للموت هنباركه وهنرنم له وهنتغنى بمراحمه وهو هيزيل كل مخاوفنا عننا. يمكن العدو بيحاول يهيل مخاوف علينا، بيكب مخاوف علينا، لكن يهيل زي ما هو عاوز، لاننا هندخل عرش النعمه وهنغتسل وربنا هيزيل كل مخاوفنا مننا. النهارده بصلي من اجل كل حد بيشاهدني، العدو يعني غرقه بالمخاوف وقاعد هو خايف مش عارف بكره الدنيا هيحصل فيها ايه. يمكن حد قريب منك جدا عيان او اكتر من حد عيان، النهارده الرب عاوز يلمس قلبك ويزيل كل خوف من جواك. النهارده الرب عاوز يقول لك طول ما انت محتمي فيا انا حصن منيع، انا اعرف احميك، انا هو المسؤول مسؤوليه كامله عنك، انا اللي برعاك، انا اللي برعاك، انا برعاك في كل الظروف، برعاك زي ما برضو كنا بنرنم اذا ساءت بك الاحوال. يمكن بتقول انا ما شفتش احوال سيئه زي اللي انا بكتس فيها دلوقتي، الله يرعانا في كل الظروف حتى ان ساءت الاحوال، الله يرعانا ويعتني بنا ويغير الاحوال ويغير الازمنه. ننتظر ان يصنع الرب في الوقت اللي جاي معجزات جديده. ومش عارف ليه اخ مجدي فرحان، لاني واثق ان اللي جاي اعظم بكتير من اللي فات. امين. الخدمه بعد كورونا مش هتبقى زي قبل كورونا. هو العالم كله طاير. العالم كله طاير. يعني بيقولوا التجاره الاقتصاد، وانا بقول الكرازه والخدمه. امين. قبل كورونا مش هتبقى بعد زي بعد كورونا. الدنيا هتتغير، الدنيا هتختلف. كورونا عملت غربله، كورونا طيرت القش. المشكله ان في قش كتير، القش التدين من كل ناحيه ومن كل جهه. وعلى فكره مفيش فرق بين المتدين المسيحي والمتدين من اي ديانه تانية. المتدين شخص يدوبك شويه قشور من بره. كورونا بينت اذا كنت انت متدين او ليك علاقه حيه حقيقيه مع الرب الهك، بينت معدنك، بيّنت شكل علاقتك مع ربنا. هل هي علاقة مصلحة، علاقة شكلية، علاقة صورية جاست قدام الناس، ولا هي علاقة حقيقية؟ اللي جاي هيبقى عظيم. احنا بنحتمي في الرب النهاردة، وانا عاوزك تحتمي في الرب، وانا عاوزك تطرح كل مخاوفك وتطمن لان الهك مسؤول عنك. قبل ما أقرأ مزمور 91، أدي المزمور ده بيرافقني في كل الظروف الصعبة اللي بجتاز فيها. بيعبر بصورة دقيقة جدا عن الحالة وعن الطمان اللي ليا فيه. كل ما يدنو شر أو تدنو ضربة من خيمتي، على طول بكرر كلمات مزمور 91 بإيمان. قبل ما أقرأ مزمور 91 أحب أسأل الأخ مجدي، إيه اللي على قلبك تقوله للناس اللي خايفة، للناس المضطربة؟ والنهاردة عنوان حلقتنا يا رب بك أحتمي، عاوز تقول لهم إيه يا أخ مجدي؟ أقول لهم في ملجأ. في يعني ملجأ. قبل ما حضرتك هتقرأ المزمور، أنا برضو كان في نفس الاتجاه، الرب حاطط على قلبي مدن الملجأ،
في سفر يشوع لما اتكلم عن في مدن الملجأ، ودي كانت إشارة للرب نعم. يسوع، وده اللي احنا جايين نقوله النهاردة. في ملجأ، في مخاوف، في اضطراب، في زي ما بلغة الكتاب المقدس يقول ولي الدم، إبليس جاي بيجري وراك عايز إهلكك، لكن النهاردة احنا جايين بنحمل بشارة وإن في ملجأ وفي حماية، وإن المسيح يسوع هو مدينة الملجأ، هو اللي بيجري إليه كل خائف، كل مضطرب، كل من عليه دين، كل اللي إبليس بيطرده بمخاوف، النهاردة جايين نقولك في ملجأ في وسط هذا الاضطراب وفي وسط هذا الانزعاج، يوجد الملجأ، الملجأ متاح ليك. يمكن أتكلم بعد شوية بعد ما الدكتور إكرام يقرأ عن إزاي مدن الملجأ كانت إشارة للرب يسوع المسيح، هو ملجأنا. ليه هو زي ما بنحتفل في هذه الأيام وإحنا بنتجهز للصلب والقيامة، هو مات علشان يكون ملجأ، عشان يقدر يفتح على الصليب إيديه ويقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين، تعالوا إلي يا اللي خايفين، تعالوا إلي يا اللي إبليس بيطاردكم بمخاوف، عليكم حكم الموت، خايفين من الأبدية، خايفين من الوباء، خايفين من الموت، الموت صار قريب جدا ورائحة الموت في كل مكان، لكن النهاردة اللي على قلبي أقوله وأنقله النهاردة إنه يوجد ملجأ. أمين. أمين أمين أمين. نشكر الله من أجل مدن الملجأ اللي بترمز للملجأ الحقيقي اللي احنا جايين كلنا نحتمي فيه النهاردة. عاوزك تصلي معايا كلمات المزمور، أنا مش مجرد عاوز أقراها بس، لكن نفسي كررها معايا، قولها من قلبك وأنا بقول قول معايا، وبصلي إن الروح القدس يعني يلمس قلبك بكلمات هذا المزمور. الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجئي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوبا الخطر، لأنه ينجيك من فخ الصياد، ما تخافش، ومن الوبا الخطر، هو وحده اللي يقدر ينجي، هو وحده اللي يقدر يحفظ، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وبا يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار، لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه، لأنه عرف اسمي يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. خليني أكرر هذا الوعد تاني، ربنا بيقول لك الكلام ده، مش أنا اللي بقوله لك، ده وعده، ده وعده ليك اللي لازم تفرح بيه النهاردة.
ربنا بيقول لك لأنك قد تعلقت بي أنجيك. يا بخت كل واحد بيسمعني النهاردة متعلق في الرب. في ناس متعلقة في حاجات تانية، مساكين اللي متعلقين في حاجات تانية، اللي متعلق في نظام صحي، واللي متعلق متكل مش عارف على ايه، دول مساكين. لكن يا بخت اللي متعلقين في الرب. الرب بيقول لك لأنك تعلقت بي أنجيك أرفعك، لأنك عرفت اسمي تدعوني فأستجيب لك. إحنا بنين برنامجنا على هذا الوعد يا أحبائي، برنامجنا مبني على هذا الوعد. هو قال لنا كده، تدعوني يدعوني فأستجيب له. عشان كده إحنا جايين النهاردة ندعوه ونثق أن صلاتنا ستصنع فرق. والنهاردة ادعو الرب وتمسك بهذا الوعد وهو يستجيب لك. في حد عيان في البيت، ادعي الرب هتلقاه قام دلوقتي. مش واحد اتنين تلاتة اربعة، ادعي الرب قل له تعالى ايها الطبيب الاعظم صاحب اللمسة الشافية، مد ايدك يا رب واشفي كل مريض موجود. سيأتي لانه ده وعده، يدعوني فاستجيب له، معه انا في الضيق انقذه. ربنا هينقذك. في البطسلة كتير جياني طوال الأسبوعين اللي فاتوا بقول لكل واحد منكم ربنا هينقذك. اللي عنده أزمة مالية، اللي ابنه مدمن، اللي عنده مشاكل كتيرة، اللي عنده محاكمات، وعد الرب ليك أنقذك. بس المهم لما ينقذك فتمجدني. آسف على الانفعال، لكن قلبي مطمن لأنه هو إلهي. قلبي مطمن لأن أنا مصدقه. هو قال يدعوني فأستجيب له، وأنا بدعوه هو هيستجيب. هو وعد بأنه ينقذ، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه. هو معايا ما تخلاش عني. يمكن بتقول أنا مش شايفه ولا أنا مش حاسس بيه، هو بيقول لك أنا معاك. انت تتركني لكن انا مش هتركك، انا معاك، هنقذك وهتمجدني. وهنسمع الايام اللي جايه ناس كتير وهي بتمجد الرب، وهي بتدي كل المجد للرب، وتقول له يا رب لولا انقاذك ولولا نعمتك كنا ضعنا. اسف للناس اللي على التليفون. معانا الأخ عماد من مصر. أهلا بيك يا أخ عماد. أهلا بيكم، إزي حضراتكم؟ ربنا يبارككم دكتور إكرام، الأخ مايتي، ربنا يبارككم. شكرا ليك يا أخ عماد. يعيش، ربنا يبارككم، استخدمكم بقوة في كل مرة. بنطمن النفوس اللي تعبانة إن النفوس تدعو باسم الرب. كل من يدعو باسم الرب يخلص. ربنا فاتح ايديه وبيقول ادعوني في يوم الضيق انقذك فتمجدني. مكتوب في اخبار الايام الثانيه ان اغلقت السماء ولم يكن مطر، وان امرت الجراد ان ياكل الارض، وان ارسلت وباء على شعبي فاستواضع شعبي الذين دعي اسم عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجع عن طرقهم الرديه، فاني اسمع من السماء واغفر خطيئتهم وابرئ ارضهم. محتاجين الايام دي النفوس تتواضع في وسط هذا العالم المضطرب. ربنا هو الرجاء، هو الاحتماء. يا بخت كل انسان يحتمي في المسيح قبل ما الباب يقفل. ان كان في نفوس حوالينا بترقد بطريقه غير عاديه، احنا حاسين من جوانا ان ربنا بيتكلم، ربنا بيصرخ الايام دي بصوت عالي. وفي نفوس كتيره بترقد، وممكن ترقد بكورونا واتقياء، احنا عارفينه من الناس دي كانت بتختم وليها رساله بس رسالتهم انتهت. محتاجين في هذه الايام النفوس ترجع لربنا. ربنا فاتح ايديه وبيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. الناس ترجع تشهد ربنا، الناس تطلع تخدم. لو انا كل واحد
واحد شجعته أقول له اجرى كلمة ربنا، كلمة تنقيك، قاوم إبليس، ثبت عينيك على المسيح، كده أنا في الطريق الصح. أمنت لذلك تكلمت، لأن كل إنسان أوجد لأجل رسالة على الأرض. إحنا هنا في العالم عشان نشهد برسالتنا. ربنا بيقود كل إنسان لدعوة، كل إنسان يحتمي فيه يديله دعوة، يديله وزنة. لازم محتاجين في هذه الأيام الناس تفوق قبل ما الباب يكفل. لو الباب قفل زي ما العظات الجميلة لقداسة البابا شنودة بيقول قد أغلق الباب والعذارى الجهلات وقفنا خارجا. محتاجين النفوس تحتمي في المسيح قبل فوات الأوان. أمين. شكرا. أنا بشكر ربنا يا أخي عماد، لأن الناس بدأت تفوق وتصحى وتنتبه وتدرك أن ما فيش أمان غير في الرجوع لربنا والاحتماء في المسيح. ارفع صلاتك بسرعة وصلي من أجل المرضى أن الرب يمد إيده ويشفي. عندي إيمان أن النهاردة ربنا هيلمس ناس كتير جدا، وفي معجزات شفاء كتير هتحصل. فمن فضلك ارفع صلاتك بالصلاة من أجل المرضى أن ربنا يزورهم ويشفيهم. وكل إنسان بيسمعني في البيت، ثق أن ربنا هيجيك النهاردة لو كنت مريض بلمسة شافية. تفضل يا أخ عماد. يا أبانا السماء أشكرك يا رب وأعظمك من كل القلب. شكرا ليك يا رب لأنك إله صالح وإلى الأبد رحمتك. شكرا ليك يا ربي لأنك إله عظيم وإله أمين. إن كنت بتسمح يا ربي بأصوات حوالينا يا ربي، إن كنت بتسمح بأمور يا رب حوالينا في هذا العالم، لكن أنت يا ربي من أمانتك بتدي صوت لكل العالم، وأنت إله عظيم لا تصر بموت الشرير بل أن يرجع الشرير من طريقه. بنصلي يا ربي من أجل كل نفس متألمة، كل نفس متألمة بتعاني في الألم يا رب تيجي تزورها يا رب زيارة خاصة يا رب. نفوس كتيرة تلمسك يا ربي، كل الذين لمسوك يا ربي نالوا الشفاء، قوة تخرج منك للشفاء الآن باسم الرب يسوع. تعال إلمس نفوس كتيرة تعبانة يا رب، نفوس كتيرة يا ربي محتاجة لمسة إيدك القوية. يطلع ويشهدوا عنك باختبارات يا ربي، يطلع يا ربي يحدث بكم صنعت بيهم يا ربي في هذه الأيام. تعال زور نفوس كتيرة تعبانة، نفوس كتيرة متألمة من أجل يا ربي فراق أحباء حواليهم. تعال عز القلوب يا ربي في هذه الأيام، خلينا نكون مستعدين يا ربي في أيام أخيرة بنعيشها يا ربي. طال انتظرنا إليك يا ربي والقلب اشتاق عليك، لكن إن كنت تتأنى يا ربي أنت إله عظيم، قلت احسبوا أنات الله خلاصا، أنت تتأنى لأنك لسه يا رب عايز تفوق نفوس في كل العالم يا ربي. منتظرينك يا عرسنا الغالي، وقلبك المشتاق لا يحتمل التأخير، لك كل كرامة والمجد. آمين. آمين 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 يا أخ عماد. معنا كمان أخ عادل. أهلا بك يا أخ عادل. يا فندم زي حضرتك، نشكر ربنا يا اخ عادل. اتفضل. حضرتك بصراحه يعني انا مسلم، بس انا بحب البرامج كلها طاقه الحريه، وخصوصا البرنامج بتاع حضرتك. اشكرك يعني يا طبعا خالد. برنامج عظيم بصراحه، وحضرتك انسان محترم، وبرنامجك يعني انت مخلي البرنامج بتاع حضرتك يعني جميل 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 بصراحه. المجد كله للرب. شكرا ليك يا اخ عادل، وشكرا لذوقك جدا ببرنامجك، وانا بحبك في الله والله يا استاذ. شكرا ليك، وانا بحبك في الله وعاوز اصلي لك. قول لي يا استاذ عادل عندك ايه اولاد؟ حضرتك انا عندي نادر وسالي. طيب انا اعدك اني باستمرار هصلي لك وهصلي لنادر وسالي. ربنا يبارككم ويحفظكم ويبارك بيتك، وهطلب من الاخ مجدي انه يرفع صلاه خاصه مخصوص من اجلك يا استاذ عادل. على فكرة احنا برنامج قوة الصلاة بنصلي من أجل كل الناس، زي ما كنت بقرأ دلوقتي المزمور يدعوني فأستجيب له. ده الوعد اللي احنا متمسكين بيه، أن لما بندعو ربنا هو بيستجيب. معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. ربنا ينقذك من كل شر، وربنا يعني يملى بيتك بالخير والبركة أنت وابنك وبنتك. من فضلك. لا بس بصراحة اتفضل. إنسان محترم جدا جدا، أنا بحبك بصراحة. أنا اللي بحبك يا أستاذ عادل. شكرا ليك. الله يخليك. وأنا أعدك إني هصلي لك وهصلي من أجل أسرتك، وبطلب من كل أحبائي شركاء الصلاة. مش بالصدفة إن الأستاذ عادل يتواصل معنا، وإذا كان ربنا ادانا نعمة في عينيه فده ثقة إن الله عاوز يعمل حاجة في حياته. تعالوا كلنا نصلي من أجل الأستاذ عادل ونادر وسالي. ونادر وسالي كلنا نتحد مع بعض ونصلي من أجلهم إن ربنا يباركهم. تفضل. أمين.
يا رب احنا بنشكرك لانك بتنادي على الجميع بلا تفرقة وبتقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. نشكرك لانك انت صاحب الراحة. نشكرك لانك انت الملجأ والحمى. يا رب بنصلي لاجل ابنك عادل وسالي ونادر, بنصلي لاجل هذه الاسرة يا رب. مش بالصدفة هو بيشاهدنا وبيتفرج علينا. بنصلي يا رب انك انت يا رب تتعامل معاه وتقترب اليه. بنشكرك لاجل يا رب انه عنده قابلية انه يسمع وانه يشوف وان وجدنا نعمة في عينيه. بصلي يا رب لاجل بيته بركة يا رب, مقابلة خاصة يا رب. اعلن ذاتك ليه, اعلن انك انت الحماية والملجأ. بارك بيته, بارك عيلته, بارك الجميع يا رب. يا رب بنستودع ابنك, بنتحد كلنا يا رب من كل العالم لاجل ابنك. اعلن ذاتك يا رب, مقابلة خاصة معاه يا رب, واعلان خاص من شخصك ليه. في اسم المسيح بنصلي وبنشكرك لأنك بتسمع وتستجيب. آمين. آمين. أخ مجدي, الناس قلقانة. توجد مدن للملجأ. نعم. إيه اللي بيمنع الناس إنها تروح مدن الملجأ وتحتمي؟ ليه ناس مصرة إنها تعيش في مخاوفها؟ أنا بتكلم عن الساكن في ستر العلي. ده مفروض يكون عنواني وانت بتكلم عن مدن الملجأ اللي بيهرب إليها كل قاتل ويهرب إليها كل حد مطارد بولي الدم وبيهدد حياته. ليه الناس مش بتحتمي؟ الناس مش وش خير؟ ليه الناس مصرة إنها تعيش مخاوفها؟ يعني أنا لو راجع أقدم لنا أسباب عملية. يعني أنا عايز أقول بس إن ده مرتبط بمزمور 91, لأنه كان بيقول في مزمور 91 أقول للرب ملجئي. نعم. وده رجعني على طول ليشوع 20 لما كان بيتكلم عن مدن الملجأ. بس بيقول إيه؟ لكي يهرب إليها القاتل ضارب نفس سهو بغير علم, فتكون لكم ملجأ من ولي الدم. الشيطان هو ولي الدم, هو اللي بيشتكي, هو اللي بيقول انت بيطالب, بيقول النفس التي تخطئ موتا تموت. والله قال كده وهو اللي ماسك علينا. بس في رسالة كولوسي بيقول إذ محى الصك الذي كان علينا الذي كان ضد لنا مسمرا إياه في الوسط وجرد الرياسات والسلاطين. إيه الصك ده؟ هو ده ولي الدم. إبليس بيجري ورا كل إنسان ويقول ده خاطي يستحق الموت, ده خاطي يستحق الموت. وبيقول كده لله, بيقول له أنت حكمت أن يوم تأكل منها موتا تموت, وهذا أخطأ ويستحق الموت. إيه اللي بيخلي بقى, إجابة لسؤال الدكتور إكرام, إيه اللي بيخلي الناس ما تلجأش؟ لما عادت أفكر لو هناخد مثل, طبعا في كلام كتير وفي شرح كتير على مدن الملجأ اللي ذكرت في يشوع 20, بس بفكر بطريقة عملية وبطريقة بسيطة. إيه اللي بيخلي الشخص ما يلجأش المدن الملجأ بالرغم أن هي متاحة؟ أول حاجة الجهل. هو مش عارف أن في مدن ملجأ, فهو نفس أخطأ ضارب نفس سهو, هو مش عارف أن في مدن ملجأ, فبيحاول يجري بس مش بيجري غلط, بيحاول يشوف حماية بس ما بيروحش المدن الملجأ اللي ممكن تكون قريبة منه. لما نتابع الخريطة للمدن الست مدن بتوع الملجأ نلاقي الله قصد ان يكون في كل حتة تقريبا من الأماكن اللي كان الشعب ساكن فيها في مدينة قريبة لي علشان الشخص يجري ويحتمي. بس أول سبب هو الجهل, الناس مش عارفة. عشان كده أحبائي ده اللي كان الدكتور إكرام بينادي عليه النهاردة وبيقوله, أنه إحنا عايزين, وأخونا عماد كرر نفس الكلام, إحنا عايزين نقول أن في ملجأ, في ملجأ. إذا كنت خايف من الموت, ليه الناس خايفة من الكورونا؟ عشان خايفة من الموت. نرجع للأسباب الأساسية, الإنسان يخاف من الموت من لحظة ولادته, من لحظة دخوله إلى الحياة ويبتدي يوعى على الدنيا, هو بيخشى الموت وبيخاف من الموت. وإبليس عارف ده, فماسك السيف دوة اللي بنلاقيه في جنة عدن, سيف لهيب نار متقلب. إبليس ماسك السيف ده على بني البشر, لكن من العهد القديم للعهد الجديد لكمال الإعلان في شخص الرب يسوع بيقول في مدن ملجأ. الحاجة الأولانية هو الجهل, لكن الحاجة التانية اللي بتخلي الشخص انه ما يلجأش المدن الملجأ هو الفشل من نفسه. فإبليس وراه بيقول لك
مفيش فايدة، انت هتموت، انت رايح جهنم. في ناس كتير احبائي بقابلهم يقول لي ما تتعبش نفسك معايا، انا رايح جهنم، انا مش زي الناس اللي انت تعرفهم، انا عارف نفسي. وابليس نجح انه يقنع ناس كتير انه انت عايش في كده ومفيش حاجة هتتغير ومفيش امل فيك. والفشل ده من ابليس احبائي. انا النهاردة بنادي عليك واقولك لا، انت مدعو للحياة وليس مدعو الى الموت. انت مدعو للحياة، ربنا بيحبك، ربنا بيدور عليك، ربنا بينادي عليك وبيقولك يوجد مدن للملجأ، أنا ملجأك، تعال بس واحتمي فيا وتمتع عند الصليب بالغفران. في غفران. ليه مات المسيح على الصليب؟ علشان يدي الملجأ ويدي الحماية لكل نفس تعبانة. لكن السبب الأخير بسرعة هقوله، أنه مش بس أنه الجهل، مش بس الشعور بالفشل، لكن السبب الثالث اللي يخلي شخص ما يلجأش لمدن الملجأ هو أنه مستحلي اللي هو فيه. أنا كويس، أنا مش محتاج حاجة. بلغة الكتاب المقدس في سفر الرؤيا، أنا غني وقد استغنيت، تشايفني. يعني في ناس بيقولوا أنا وحش قوي، أنا مش بتاع ربنا. والحاجة التانية أن في ناس تقول لا، أنا كويس، أنا مش محتاج حاجة، أنا الطريق اللي أنا فيه ده هو طريق سليم، وأنا كويس، وأنا بقطع رقاب الملائكة، أنا مش بعمل حاجة. عزيزي، أنت بتجري في الاتجاه الخطأ، أنت بتجري بعيد عن مدن الملجأ. يمكن النقطة دي كان نفسي كمان تتكلم عنها أكتر. أن أتوهم أنا كده كويس، أنا كده برضي ربنا، أيوة. أو أنا بحتمي في مدينة أعتقد أنها مدينة ملجأ، لكن هي مش مدينة ملجأ. أنا بستغرب، يمكن بتواصل مع بعض أحبائي غير المسيحيين، ودايما سؤالي ليهم، هل أنت على يقين بخلاصك؟ والحقيقة اللي أنا بأدركه أن هم مش قادرين يفهموا يعني إيه يكون عندي يقين الخلاص، يعني إيه أقول لأني عالم بمن آمنت. مش قادرين يفهموا دي، مش قادرين يفهموا أن الرسول بولس بيقول لي أشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، لأنه لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. لسه امبارح بس أحد الأشخاص تواصل معايا، والحقيقة أنا بحيي اجتهاد الأشخاص الناس، لكن لما سألته السؤال ده قال لي أنا رايح الجنة، يعني بحسب فهمه. وبعد كده بقول له حاجة تاني فلقيته بيشتم. طيب، فبقول له حبيبي، عندنا في الكتاب المقدس ما فيش شتمين هيدخلوا ملكوت الله. يعني أنت عندك استعداد تروح السماء أو تروح الجنة مع ناس شتمين، مع ناس قتالين؟ هم دول الناس اللي هيكونوا معاك في السماء؟ يعني أنا عاوزك تشغل عقلك، لأن لا تكون يعني باني إيمانك على أوهام. لا تضلوا يا إخوتي، لا في كدابين ولا شتمين ولا خطاة ولا مضاجع ذكور ولا زناه، دول مش هيدخلوا ملكوت السماوات، دول ما لهمش مكان هناك. لكن دور على مدينة الملجأ الحقيقي، دور على الإيمان الحقيقي، الإيمان اللي يغيرك واللي يغير طباعك ويحولك من إنسان شتام. إن الكتاب المقدس بيعلمنا إن الشتام ده أبوه إبليس، من إنسان كذاب. مين الكذاب ده؟ الكذاب ده أبوه إبليس، من قاتل. مين أبو كل قاتل؟ إبليس كان قتال للناس منذ البدء. فأنا لو أنا شتام وحلاف وقتال وبقول أنا هروح الجنة، أنت هتروح مكان غير الكتاب المقدس بيتكلم عنه خالص. أنت لم تحتمي في الإله الحقيقي، أنت تحتاج إلى من فضلك، أمر أبديتك أمر في منتهى الأهمية. أنت تحتاج إلى أنك تقعد مع نفسك وترجع إلى نفسك وتدور على الطريق والحق والحياة. أنا مش بزعل على الناس اللي بتشتمني، لكن أنا بزعل جدا على الناس المخدوعة. الشخص اللي بيشتم ده فاكر أنه هيروح
هيروح السماء. ربنا مين اللي بيوافق على الشتمين؟ ربنا مين اللي بيوافق على الكذابين؟ مين هو هذا الإله؟ مين هو هذا الإله سفاك الدم اللي بيؤمر الناس انهم يسفكوا بالدم؟ مين؟ أرجو إنك تقعد مع نفسك، لأني نفسك غالية والأبدية أمر في منتهى الخطورة. مرة تاني بعتذر للناس اللي على التليفونات معانا. أبو يوسف من مصر، أهلا بيك يا أبو يوسف. مساء الخير. مساء النور. ممكن أشترك في البرنامج؟ اتفضل، أنت على الهوا وتفضل. عايز تلبس صالح يا أخو، كل سنة وأنت طيبين. وأنت طيب، عاوز تصلي؟ عنده طلبة صلاة. عندك طلبة صلاة، اتفضل. عايز طلبة صلاة منكم. الواحد في جالك كده وخوة فويش يأس كده، عايز طلبة صلاة منكم كده وحاجة باركة منكم، الله يديك الصحة ويحفظ عليكم. احنا هنصلي معاك ونصلي لك يا ابو يوسف، بس المهم انت تصلي. الله يحفظ عليك. الواحد اما يصلي كده ويرجع في جالك كده وخوة واضطراب، فعما الواحد اما عايز ربنا يسنده. حاضر يا ابو يوسف، هنصلي لك. عايز ربنا وربنا يسندك ويقربك منه اكتر واكتر. ايوه، طالبين ربنا يرضى علينا ويصلح حالنا ويشيل الوباء ده باذن الله. امين يا ابو يوسف، امين امين. الرب معاك. معانا كمان الاخت نهال من انجلترا، اهلا بيك يا اخت نهال. سلام ونعمة يا دكتور إكرام، برحب بحضرتك وحمد لله على السلامة للأخ مجدي، وحشتنا وويلكم باك. أهلا بيكي، أهلا بيكي يا دكتور. على كل كلمة وعلى كل ترنيمة بتشجعونا بيها. الرب يباركك. عايز أكد في الأول كده على، ويبارك حضرتك، عايز أكد على جملة قلتها دكتور إكرام، إن الجاي بعد الكورونا هو أعظم. عجبني جدا إن الكورونا فعلا طيرت القش وبينت أولاد الله الحقيقيين، أو بمعنى آخر بينت الفرق الشاسع ما بين المتدين والمؤمن واللي بيعرف الله لأنه أبوه اللي بيحبه فعلا، ولا بيعرفه مجرد معرفة مصلحة علشان أستنفع منه بعطاياه وبركاته. وسامحوني في اللفظ، ساعات بيكون ناس جواها إنها بتعبد الله خوفا منه أو علشان أتقي شره. فأنا مع حضرتك إنه بلغة الكتاب مجد البيت الأخير أعظم من مجد البيت الأول. يا ما تغنينا بالكنيسة في العصور الأولى. إحنا دلوقتي الروح القدس ساكن فينا، مفروض إنه الجاي أعظم. حياة المؤمنين بعد الكورونا مش هتبقى هشة إنيمور، لكن هتكون ثابتة على صخر الدهور الرب يسوع المسيح. والنقطة الثانية اللي نفسي أشارك بيها، لأن شفت بعناية قد إيه في ناس كتيرة مش خايفة بس في فترة الكورونا، لكن مرعوبة بمعنى الكلمة. ويعني بشكر حضرتك انك قرأت لنا مزمور 91، وانا كمان عايز ازود واهدي المشاهدين آية هدية من الله في مزمور 112 وعدد 7 للناس اللي قاعدة في بيوتها ومتوقع السوء، متوقع انه في مصايب منتظراها، متوقع انه في ابواب هتغلق، متوقع ان الاقتصاد هيقع. الآية دي بتقول لا تخشى من خبر سوء، قلبه ثابت متكلا على الرب. لا يخشى من خبر سوء، يعني الإنسان اللي متكل على الرب لو عايز فعلا ما تخافش من أي خبر سوء، ما تعتمدش على شطارتك ولا حتى على مستوى إيمانك وقداستك، لكن اتكل على الرب وحده. وفي الحالة دي هيكون قلبك ثابت، هتقدر تثبت فعلا في التجارب والألام. بس تكملة للفكرة دي، بحس ان الرب بيحط لنا إنجاز القول شرط. الآية في أمثال بتقول أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. يعني عايز يقول مش بس اللي بيسمع لي وخلاص كده، أنا رايح وجاي من الكنيسة بسمع وخلاص، لا، اللي بيستمع لي يعني بيسمع كلامي ويعمل بيه، يعني بيطعني، هو ده اللي هيعرف يسكن آمنا، هيعرف يعيش حر من الخوف ومن القلق. وآخر حاجة برضو بحب أقولها، أنه تطمئن لأنه يوجد رجاء، تطمئن في اطمئنان لأن رجائنا هو الرب يسوع. يا بخت اللي عاشر الرب في علاقة حية حقيقية حميمية،
هو ده اللي فعلا هيطمئن. وأمين بعد الحلقة دي نلاقي متصلين زي الأخ عادل وغيره بيسمعوا كلام الرب، لأنه ده كلام حقيقي، كلام بيتعاشر، كلام فعلا بنعيشه ونشوف نتائجه. فأمين الرب يزود المشاهدين من هذه النوع، والرب يبارككم بكل كلمة بتشجعونا بيها. وأنا بصلي من كل قلبي إنه ما فيش حد يكون عنده روح عند يعني أسمع كلمة من الرب أقول لأ دي مش ليا، أنا مش من النوعية دي. لأ، كلنا محتاجين للرب، وكلنا محتاجين نعيش حياة الاتكال بالكامل على الرب، والرب مش هيخذلنا أبدا، لأنه جميع الذين نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل. والرب يبارك. شكرا ليك يا أخت نهال، وكلمات النعمة على فمك. معانا الأخ مشيل من مصر، أهلا بيك يا أخي. ألو. أنت على الهوى يا أخي مشيل، اتفضل. أنا كنت كلمت حضرتك كده يعني أنا توقعت حاجة إن ربنا بيعمل كده معايا، هو عايز يقربني ليه، أنا بعيد عنه خالص، بس ربنا عايز وبيجيبني بطرق مختلفة. أنا حياتي اتغيرت بالفعل، حاجات كتيرة. أنا كنت أقعد مثلا يعني كان ما يجي رمضان زي ما ناس كتيرة مأسورين من مسلسل لمسلسل ومن أغنية لأغنية، وكنت بعيد كل البعد عنه، لكن هو فتح عيني على حاجات فعلا أنا مش شايفها. اللي بيحصل كله ان الناس كلها بعيدة عن ربنا، الناس كلها بعيدة عن المحبة، المحبة هي اللي عملت فينا ده كله، ان هو يسامحني ويغفر لي كل اللي انا فيه، ويديني ان انا اعيش الفترة اللي جاية كلها بأمانة وبثقة معاه، وان انا ما ابقى معاه بكل قلبي وكل من وكل بكل ايمان، ما اجريش ورا العالم ورا الشهوات ورا الفلوس. قد ايه ناس سابت حاجات كتيره ومشيت وما خدتش حاجه معاها. نعرف في الاخر كل ده ربنا بيتكلم عن المحبه، احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم. حاجه كمان تاني عايز اتكلم عنها، الناس كمان قضايا طلاق راجل ومراته، دي كل الحاجات دي بتزعل ربنا. في حاجات احنا مش شايفينها قدامنا، يعني واحد انا بصلي له فعلا هو ومراته، يعني انا اذكر اسمه باسم، خلاص يعني هو ومراته في اخر المراحل ان هما الانفصال، بس انا بصلي يا رب بقول له انت تحط ان انت تقيل. امين. الرب يقدر يتدخل قبل ما يرجع لمراته تاني ويحل كل المشاكل دي، لان فعلا كل اللي بيحصل ابليس عماله بيحارب فينا، طلاق، مشاكل في البيت، مشاكل اسريه، مشاكل جوه الكنيسه، ناس عايزه تمسك قيادات. فانا بطلب من ربنا ان هو يفتح عينينا. كل القصه ان انت عايز تفتح عينك هتشوف اكتر، كل ما تقول له يا رب فتح عيني كل ما هتلاقي الدنيا قدامك بتتغير حقيقه تانية. هو بيقول احبوا اعدائكم. طب انت ازاي يا رب بتطلب مننا حاجه زي كده؟ فهو فعلا دي كل القصه، احنا لو قدرنا نحب بعض كل المشاكل دي هتتزال. انا بطلب منك ان انت تحطني في سلام، شيل من مصر من ملاوي، ان ربنا كمان يخلصني من كل اللي انا فيه. وبشكره ان هو فتح عيني، حتى لو كان جابني بالزراعه الجامده دي، ان هو يحل كل حاجه ويرجعني ليه. وانا كل اللي بدور عليه دلوقتي ابديتي، مش عايز لا فلوس ولا الكلام ده، انا عايز ابديتي. انا سني عندي 38 سنه، كنت بخدم ربنا وانا صغير بس بعت. هو حب يجيبني، قال لي انت مش جاي بالضربة العادية، انا هجيبك بزلزال بحاجة جامدة. فحتى لو كانت دي انا قابلها من ايد الرب، زي ما قال ايوب، الخير نقبل من عند الرب والشر نقبل. فانا استاذ ميشيل، هو جابك والوقت اللي جاي في حياتك بنعمة المسيح هيبقى وقت بركة وخدمة وشهادة، وهتكون سبب بركة في حياة كثيرين، ويعوضك عن السنين اللي أكلها الجراد. هطلب منك أمين. هطلب منك طلب، أتمنى أنه ما يكونش صعب. عاوزك تصلي على الهوى دلوقتي أن ربنا يفتح عينين الناس عليه، ويرجع الناس اللي كانوا ملكه وللأسف
انشغلوا في العالم. بعد. من فضلك عادل. صلي دلوقتي يا أستاذ مشيل. يا رب أنا بحط مشيل وأسرته وناس كتيرة قوي قدامك، الناس طالبة فعلا إن هي عينيها تتفتح، الناس عينيها مقفولة مش شايفة غير قدامها غير كورونا، مش شايفة قدامها غير جليات اللي هو سد النهضة، الناس كلها بتخايفة من اللي ممكن يحصل في مصر، لكن احنا واثقين إن ربنا حتى لو كان حط جليات قدام شعب إسرائيل زمان وإن هو خوفهم، فإحنا واثقين إن كانت جليات اللي هي أثيوبيا قدامنا دلوقتي، فإحنا واثقين زي ما أنت قلت هتبعد حد، حتى لو إحنا كان في الوقت ده أو حتى لو كانت الكنيسة كانت اتخطفت، فأنت مش هتسيبنا في الألم ولا هتسيب جليات زي كده يقف قدامنا، إحنا واثقين إن أنت هتفك كل الحصون اللي إبليس بيعمل حوالينا سلسلة كل شوية يربطك بكره، يربطك بسرقة، يربطك بعدم محبة، بعدم غفران، هتلاقي نفسك اتربطت. معقول انت اللي متخصم معاه ده تصالحه؟ لا، اي حد متخصم مع حد يصالحه. انا بجري على ناس شيطان بيقول لي انت ايه اللي بتعمله ده، لا بجري على ناس اصالحها، لو انا ناس زعلان معاها، لو انا ناس شايلة مني، انت يا رب تفك كل ده، لان الناس مفيش حد الناس اللي مقصرهم مسلسلات رمضان واللي قاعدة بالساعات قدام المسلسلات وده وعلا، يا رب انت فك يا رب كل القيود دي، الناس مغيبة دلوقتي يا رب، فتح عينيا زي ما فتح عين الناس كتير زي ما فتحت انت عينيا، احنا فعلا محتاجين ان احنا نشوفك يا رب، محتاجين نشوفك، لان احنا معمين الكورونا ربطانا، الخوف، المرض، القلق، الاضطرابات، كل دي يا رب حاجات ابليس بيحاول يبعدنا بعيد عنك، لكن احنا عايزين نشوفك يا رب، املك انت على حياتنا يا رب، املك على بيوتنا وعلى كل حاجة انت اديتها لنا يا رب. أمين. لكل الشكر يا رب. أمين. 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 ربنا يستخدمك يا أخي مشيل وتكون سبب بركة في حياة كل من تتعامل معه. أخي مجدي، عاوزين عندنا طلبات صلاة كتير النهاردة، محتاجين نصلي من أجلها. لكن قبل ما نبدأ صلاة، إيه محطوط على قلبك توصله للناس النهاردة؟ واضح إن في جوليات، الناس خايفين منه سد النهضة، وبالصلاة المشكلة دي تحل، مفيش حل تاني غير الصلاة يعني. وعجبني تشبيه جوليات، لأنه وقع على وشه، يقدر ربنا يجيبه على وشه في اسم يسوع. ربنا مش هيتخلى عن شعبه في مصر. أمين. ربنا المبارك شعبي مصر، وهو مش هيتخلى عن ولاده في مصر. تحديات كتير، الغرض منها الكنيسة تصحى، الغرض منها إننا نفوق، الغرض منها إذا كنا مشغولين في العالم إننا نرجع للرب من كل قلوبنا، نتواضع، ننكسر عند قدميه، يكون لنا قلب واحد، إذا كان في خلافات بيننا نتحد بقلب واحد ونطلب الرب، ورب يسمع ويستجيب. تفضل يا أخي. يعني أنا هأكد على نفس الفكرة، لكل نفس مضطربة، لكل نفس قلقانة وتعبانة، في آخر عدد في يشوع 20 وآخر عدد بيقول هذه هي مدن الملجأ لكل بني إسرائيل والغريب النازل في وسطهم لكي يهرب إليها كل ضارب نفس ساهو فلا يموت يد ولي الدم حتى يقف أمام الجماعة، لا يموت بيد ولي الدم. فأنا عايز أقول، أكرر نفس اللي كنت بقوله، إن في مدن للملجأ في المسيح النهاردة فاتح. الأخ أبو يوسف اللي طلب وقال صلوا لي، يعني أن الواحد خايف ومضطرب وقلقان، النهاردة بقول لك إلجأ للمسيح، هو مدينة الملجأ، يكون إنسان كستارة من السيل وكمخبأ من الريح، كظل صخرة عظيمة في أرض معيية، مفيش غيره. وعجبني جدا الاختبار بتاع الأخ ميشيل، إزاي الرب بيقول أن الرب جابه والرب اتعامل معاه. وأنا عايز أقول في ناس كتيرة بتشوفني دلوقتي والرب بيتعامل معاك، الرب بيدور عليك، الرب مش صدفة وقفك انك تقف وتسمع الكلمات دي النهاردة، لانه بيقولك انا بحبك، انا بدور عليك، انت خايف، انت قلقان، انت عمال زي ما اخونا كان بيتكلم بيقول على المسلسلات بتاعت رمضان، ان الناس عمالة بتهرب من القلق، بتهرب من المخاوف، بتهرب من الاضطراب، ان هي تغرق علشان ما تفكرش في مخاوفها، فبتحاول تستمتع
بمسلسلات وتستمتع بأمور وتسرق الوقت الكتير جدا جدا منهم وهم بيحاولوا انه يتغلبوا على مخاوفهم. لكن النهاردة انا بقول لك ان ربنا هيدي لك راحة، انت مش محتاج انك تدور على حاجة علشان تريحك، هو هيدي لك الراحة، هو هيزيل مخاوفك زي ما كنا بنرنم ازال مخاوفي مني منحني سعادة ابدية. إذا كنت خايف من الموت هيديلك أمان من الموت، وتقول مع الرسول بولس لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، إن كنت أبقى في الجسد ألزم لأجلكم، أنا مشتاق إن أنا أروح. خلاص الموت ملوش سلطان، ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقال. الموت اللي خوف الناس وراعب الناس زي ما أخونا كان بيشارك بيقول خلاص مش فارق معايا فلوس، مش فارق معايا أي شيء، أنا بدور على الأبدية. مين اللي بيدي هذا اليقين؟ المسيح، مدينة الملجأ. مش معناها أن المسيحيين ناس بتوع موت ومش عايزين وعايزين يموتوا، لا، احنا عايزين نعيش عشان نمجد الله، لكن مش خايفين من الموت. السيف بتاع ولي الدم بلغة يشوع 20، ان في ولي الدم بيجري وراك، السيف دوا اللي هو بيقول عنه الكتاب أبادة بالموت، ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ليعتق الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. ربنا النهاردة بينادي عليك ويقولك أنا هبيد الموت اللي مخوفك، أنا هبيد ولي الدم علشان أعتقك من خوفك من الموت. أمين أمين أمين. جات لنا طلبات صلاة كتير على الهوى، هنصلي من أجلها. نفسي بس في وقت قليل أعلق على كلمة بتلمسني وتفرحني في مزمور 91، وهي كلمة بخوافيه يظللك. لما دورت على الخوافي فاكتشفت أن الخوافي ده عبارة عن ريش ناعم تحت جناح النسر. فجناح النسر قوي جدا، لكن في ريش ناعم بيحفظ صغاره فيه، فهم بيشعروا بالراحة، الراحة الكاملة. وده الشعور اللي تقدر تشعر بيه لما تكون قريب من ربنا. عاوز تعرف انت قريب من ربنا او بعيد، دور في ايه في قلبك. في قلبك خوف، في قلبك كآبة، في قلبك قلق، انت مؤكد بعيد، انت بعيد عن خوافي، مش قادر تتمتع بحنانه، مش قادر تتمتع بدفء حبه. لكن لو في قلبك سلام، لو في قلبك طمأنينة، لو في قلبك فرح، فانت قريب منه. اذا كنت تحب يعني قبل ما أصلي للناس، نفسي أنا هطلب الأخ مجدي وأنا كمان هصلي من أجل كل واحد تعبان لأنه ملوش علاقة حقيقية مع ربنا، لأنه علاقته مع ربنا علاقة شكلية. هصلي أني تقرب منه، تقرب منه علشان تختبر الراحة اللي احنا بنتكلم عنها. ليه مش عارف تنام بالليل؟ ليه الضغط بيعلى؟ ليه السكر بيعلى؟ ليه عندك اكتئاب؟ هصلي والأخ مجدي هيصلي انك تقرب منه وربنا يزيل مخاوفك منك، ربنا يملأ قلبك بالسلام، بخوافيه يظللك، وتحت أجنحته تحتمي، وبقوته يحميك. مش هتتمتع بالحماية وبس، بقوته، لكن هتتمتع بنعمته ومحبته. ويمكن الناس اليوم شاركة مع الرب يفهموا اللي أنا بقوله، يعني إيه تيجي في محضره وتتلذذ بحضوره وتقول كده كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين تحت ظله اشتهيت أن أجلس. يعني إيه بعد معاناة تيجي تترمي عند رجليه وترتاح، ترتاح عند رجليه، ترتاح في الشركة معاه. هنصلي من أجله. بس خليني أخد بنت الرب، بنت الملك من مصر، وبعد كده من فضلك يا أخي مجدي صلي عشان الناس يختبروا
الراحة الحقيقية في المسيح. أنت على الهواء يا بنت الملك، أهلا بيكي. مساء الخير دكتور إكرام. مساء النور. كل سنة وحضراتكم طيبين. وأنت طيبة. أنا عايز أعمل المداخلة دي بخصوص موضوع سد النهضة. سد النهضة. احنا في مصر طبعا زار أرضنا السيد المسيح له كل المجد. نعم. وإيديه يعني مشت على هذه الأرض. فطبعا لازم هيكون في بركة سماوية لهذه البلد. أمين. دي حاجة. الحاجة التانية إن احنا في صلوات لأبائنا البطاركة في مصر لما كان يحصل نقص المية نهر النيل، فكان الأباء بيصلوا أسقفتنا والبطاركة بيصلوا وبيرموا مية الصينية عند انصراف الملاك في مية نهر النيل. وأنا يعني أتذكر على أساس هذا الكلام أني حصلت معجزة في كنيسة المعادي، بعد ما صلوا على النهر نفسه نزلت المية وتدفقت مياه نهر النيل بكثرة ووفرة شديدة خالص. فأنا عندي يقين إن الرب مش هيخلي مصر أمين. تحتاج لأي كمية من المية اللي هو عايز تعيش، اللي عايز بيها إن هي مصر تعيش بيها. وخوفي من سد النهر أنا مش خايفة. أمين. يعني أنا عارفة كويس خالص إن الله ضابط الكل ومش أمين. هيسمح بأي خسارة لمصر أمين. في هذا التوقيت. طب أنت خايفة من الكورونا؟ صدقني لا. يعني أنت مش خايفة من أي حاجة؟ معونة ربنا. أمين. انا حاسه بمعونه ربنا. امين امين. اللي ملأ قلبك اللي ملأ قلبك بالطمأنينه وازال كل خوف من قلبك، بصلي نشكره ان يلمس قلبك كل انسان خايف بيشاهدنا. وانت رسالتك أمين. بتوصل للناس اللي خايفه، هي بتقول لكم ما تخافوش، في مصر في ركب سجده، في مصر في أمين. ناس بتصلي، في مصر أمين. في قديسين. يسوع تخافوا. إلهنا حي. إلهنا يسوع حي. إلهنا حي. أمين. إلهنا حي. أمين. ما نخافش. أمين. في اسم يسوع. أشاركك نفس الإيمان. أنا أشاركك نفس الإيمان. منقوشين على كفه. أمين. أمين. ربنا يباركك ويحفظك. الله يخليك. أمين. ربنا يعني يتمجد في كل وقت. هيتمجد بنعمة الرب. في موضوع سد النهضة هيتمجد بنعمة الرب. معنا كمان الأخ سامي من مصر. أخي سامي كلمني من التليفون مش من التلفزيون لو سمحت. خير يا دكتور إكرام. مساء النور. إزيك يا دكتور؟ الحمد لله يا أخي سامي. كل عام طيب يا دكتور. وأنت بخير وسلام. طيب ربنا يجعل أيام سعيدة عليكم وعلى أولادك وعلى الدنيا كلها. أمين يا أخي سامي، وعليك وعلى كل أحبائنا. عندي طلب صلاة يا دكتور لو سمحت، يا ريت ما تنساهاش وتحطها في كشكول الصلاة طول الأسبوع. حاضر. عندي ابن أخويا كان كويس، كان في تانية ثانوي، وبعدين على غفلة كده بس لما لنا ظهره وشد عليه راح كشف وعمل إشاعات كتيرة، وبعدين عند كذا دكتور، فالدكتور قال له أنت عندك عيب خلقي في الفقرات. اسمه إيه يا أخي سامي؟ معايا يا دكتور؟ معاك. اسمه ايه ابن اخوك؟ اسمه وديع يا دكتور. اسمه وديع يا دكتور. امين. يمد الرب ايده ويصنع معجزة ويجدد الفقرات، وهو قادر يصنع كل شيء يا دكتور. امين. صلاتك هنشترك مع بعض في الصلاة من اجل وديع. امين يا اخي سامي، هنشترك مع بعض في الصلاة ان ربنا يمد ايده ويعدل الفقرات بالنسبه لوديع. الرب معاك يا اخ سامي. طيب يا دكتور ما تحرمش منك ولا تحرمش من البرنامج بتاعك، وربنا يدوم خدمتك ويدوم ابتسامتك علينا الحلوه دي ويباركك. وانت عندك كشكول صلاه ولا ما عندكش يا اخ سامي؟ عندي كشكول صلاه وتديني كشكول. طيب عشان وضعت طلب صلاه كمان لابني في الكليه وابني في كده، ان ربنا يعني يصلح حالهم. اسمه ايه ابنك يا اخواتي؟ يا عندي ابن كورول، عندي ابن كورولوس في الالسن، وعندي فادي في شركه الادويه، ربنا يحافظ عليهم بس ويعني ربنا يبعد عنهم ابليس، لان ابليس شديد علينا شويه. يحفظهم الرب. كورولوس وفادي ووديع هيتحطوا في كشاكيل الصلاه، وانت هتحط الناس اللي هنصلي لها في كشاكيل الصلاه، والرب بيسمع ويستجيب بحسب وعده، يدعوني فاستجيب له. من فضلك صلي أخي مجد من أجل الناس الخايفة. أمين. من أجل أن ربنا يلمس القلوب ويفتح القلوب ويطمئن القلوب ويملاها بالسلام. أمين. أمين. يا رب أنت اللي بتقدر تزيل المخاوف، لأنه أنت اللي عندك السلام،
انت عندك الاطمئنان يا رب، انت اللي عندك انك تدي لنا اعظم تركه، سلاما اترك لكم سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا. العالم ما بيديناش غير المخاوف يا رب، العالم ما بيديناش غير الاضطراب، مخاوف من الداخل ومخاوف من الخارج، كالذي هرب من الأسد فلدغته الحية يا رب من بره ومن جوه، وكورونا وسد النهضة وأمراض واحتياجات وبطالة وناس مش لاقية شغل وأمور صعبة كتير يا رب، ده اللي بيديهن العالم، لكن في وسط كل دوة أنت تظهر يا رب وتيجي بسلامك. أنا بصلي لأجل كل عائلة يا رب، بصلي لأجل ولادك اللي اتصلوا يا رب وعندهم احتياجات، بصلي لأجل يا رب ابنك وديع وكرولوس وفادي، بصلي يا رب لأجل الأخ سامي، بصلي يا رب لأجل كل نفس يا رب، لأجل الطلبات الكتيرة يا رب، تعالى بسلامك، تعالى باستجابة يا رب. أنت مكتوب العلي متسلط في مملكة الناس، أنت ليك سلطان يا رب، ليك سلطان على كل الأمور يا رب. الكنيسة لما صلت يا رب واتحدت، أنت صنعت أمور مجيدة في مصر، وإحنا النهاردة جايين يا رب وبنقف قدامك، الكنيسة بتصلي لأجل موضوع النيل وسد النهضة، بنصلي يا رب إنك أنت تصنع يا رب معجزة في هذا الأمر، تحلها من عندك يا رب. انت قلت مبارك شعبي مصر يا رب، بنصلي النهاردة واحنا بنؤمن ان لينا دور يا رب، وزي ما جينا وصرخنا اليك في 11/11/2011 وانت سمعت وانت استجبت بطريقة معجزية، بنقولك تدخل يا رب، تدخل في هذه الامور، تدخل في موضوع النيل، تدخل في موضوع المية يا رب. بصلي لأجل كل نفس يا رب مضطربة وخايفة من المستقبل، تعالى بسلامك يا رب، واعلن انك انت متسلط في كل الأمور، ومش عندك حل واحد ولا اتنين ولا عشرة ولا مليون، لكن انت تقدر تحلها بكلمة من عندك، بحلول يا رب لا تخطر لينا على قلب بشر يا رب. بصلي وبشكرك لأنك بتسمع وتستجيب لي كل الإكرام وكل المجد، أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الواحد، أمين. فيك يا رب احتمي، ملناش ملجأ غيرك يا سيد، انت حصننا، انت مدينة ملجأنا يا رب، جايين يا رب بنحتمي فيك، نحتمي فيك من ولي الدم، من عدو لا ينعس ولا ينام، بنحتمي فيك من انفسنا، من جهلنا ومن شهواتنا، بنحتمي فيك يا رب من شرور كثيرة حوالينا، سهم يطير في النهار، وبا خطير، شر ناس عاوزين يؤذونا، بنحتمي فيك يا رب. أشكرك لأنك تملأ قلوبنا بالسلام، لأنك أنت رئيس السلام. بصلي من أجل كل إنسان خايف، متضايق، مكتئب، محتار، يائس بيشاهدني، المس قلبه الآن يا رب، وافتح عينيه على شخصك، لأن العينين لما تتفتح عليك يا رب القلب بيفرح. فرحت قلبي يوم ما قابلتك، يوم ما قابلتك كان يوم عيد، فرحت قلبي، فرحت قلبي يا رب. فرح قلوب الناس النهاردة بأنهم يقابلوك يا رب، بأنهم يقابلوك، يبقى النهاردة أمجد أمجد أيام العمر. افتح العينين العمية يا رب، افتح العينين العمية. بصلي من أجل أحبائي غير المسيحيين أيضا، اللي مش قادرين يشوفوا يا رب، اللي مش قادرين يشوفوا، أصل الموضوع مش جدال ولا مناقشات ولا كلام ولا نظريات، لكن الموضوع أعظم بكتير من كده، الموضوع عبارة عن إعلانات سماوية يا رب، مقابلات شخصية منك يا رب ليهم. أذكر علاء اللي شتمني كتير امبارح يا رب، اتعامل معاه يا سيد، اتعامل معاه، اوصل له، افتح عينيه يا رب، والمس قلبه قبل فوات الأوان. بصلي من أجل المرضى اللي بيشاهدوني، مد يدك بالشفاء، أثق فيك يا رب، أنت الطبيب الأعظم، أنت يهوى رفا، أنت اللي تقدر يا رب
تشفي كل مرض يا سيد. مدي إيدك بالشفاء يا رب. اذكر أحبائنا رب المصابين بأمراض مختلفة. اصنع يا رب معجزات أيها الرب إلهنا، وليك كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين. خلوني في الوقت اللي جاي، أنا بعتذر مش هنقدر ناخد تليفونات تانية، خلوني أذكر طلبات الصلاة اللي جات على الهواء أثناء الحلقة. طلبت صلاة من أجل سعاد عندها ضيق في التنفس وعندها ألم في الوجه. طلبت صلاة من أجل نجوى عندها كانسر في الرئتين وتعاني من ألم شديد. مدي إيدك يا رب وإلمس نجوى. طلبت صلاة من أجل كريستين، ربنا يرتب أمور حياتها. طلبت صلاة من أجل مريم وعادل، ربنا يديهم نسل. بصلي من أجل كل إنسان، كل إنسانة بتطلب ثمر البطن. يا رب أنت تدي يا سيد، أنت تدي. يدعوني فأستجيب، ده وعدك يا رب. مريم وعادل تدعو الرب والرب يستجيب ليكم ويديكم كرولوس في اسم يسوع. طلبت صلاة من أجل عادلي عنده حساسية جلدية. طلبت صلاة من أجل أم فلوباتير، ربنا يشفيها. طلبت صلاة من أجل روماني، ربنا يحل مشاكله مع العيلة. طلبت صلاة من أجل ابن الرب عنده كورونا هو وأسرته، تعالى يا رب اشفيه واشفي كل أسرة مريضة بالكورونا الآن في اسم يسوع. أي حد بيتفرج علينا التلفزيون مفتوح، أنا بعلن اسمك وبعلن قوة شفائك يا رب. قوة شفائك تدخل البيوت في اسم يسوع. بثق فيك، بثق في سلطانك، بثق في سلطان اسمك في اسم يسوع. باسم يسوع تنال الأجساد شفاء. باسم يسوع كل تأثير مخرب للفيروس على الأجساد يقف في اسم يسوع. بعلن اسمك وبعلن سلطان. عندي هذا الإيمان يا أحبائي، إذا كنت بتشاهدني أنا بخلي اسم يسوع يدوي جوه بيتك. يسوع هو اللي بيشفي، يسوع هو اللي بيشفي، يسوع هو أعظم طبيب، يسوع الذي بحبره شفينا، هو الإله العظيم صاحب لمسة الشفاء لجسدك المريض. طلبت صلاة أيضا من أجل أم مهند، الرب يشفيها أمين. طلبت صلاة من أجلي أنا بنت الملك، عندي في مشاكل في المبيض، في مشاكل، الرب يمدي إيده وأمين في اسم يسوع. يخلق مبيض جديد في اسم يسوع، يديكي سؤل قلبك. هو الإله اللي بيخلق، يخلق ويصنع مبيض جديد ليكي. طلبت صلاة من أجل الطفل ميرون، الرب الطفلة ميرون الرب يشفيها أمين. طلبت صلاة من أجلي أنا سامي ومراتي ماريا، الرب يفرح ويدوم علاقتنا أمين في اسم يسوع. بصلي لك وبصلي من أجل كل أسرة إنها تبقى للمسيح، وكل بيت يبقى للمسيح، وولادكم ما يتحرموش منكم، وما يتحرموش من إنهم يشوفوا فيكم محبة المسيح لكنيسته. على كل رجل يحب امرأته كما أحب المسيح الكنيسة. يا رب ده يكون في بيتك، وتكون الزوجة خاضعة لزوجها كما تخضع الكنيسة للرأس التي هو للمسيح. طلبت صلاة من أجل ثروت، عنده 17 سنة ومش بيسمع كلام أهله. يا رب يا رب كل ابن عاق، يا رب كل ابن متمرد. طلبت صلاة من أجل أم ناصري، عندها السكر والضغط أمين. طلبت صلاة من أجل فتنة، ربنا يتمجد معاها، عندها عملية في القلب. طلبت صلاة من أجل إسحاق، عنده مشاكل في الشغل وغير قادر نفسيا يشتغل. طلبت صلاة من أجل هدير، اشتباه الكورونا. طلبت صلاة من أجل حنان، مشاكل سميرة. طلبت صلاة من أجل عائلتها. طلبت صلاة من أجل ربنا يشفي من السكر. طلبت صلاة من أجل أبنوب ومارينا، رب يفرح قلبهم بطفل. طلبت صلاة من أجل بنت الرب تتغير. طلبت صلاة من أجل بنت الرب ديميانا، رب يفرحها بطفل. النهاردة ناس كتير بيطلبوا أطفال، مدي إيدك وديهم يا رب. طلبت صلاة من أجل محروس ورم في رجليه، ربنا يشيله وتوقف وتمشي وتجري يا محروس. طلبت صلاة من أجل أبو نصري، الرب
يسنده يخليه يبطل السجاير، حرية ليك وحرية لكل مقيد. طلبت صلاة أنا ومراتي ماريا، الرب يكمل أمين. طلبت صلاة من أجل شاب عنده حصوة في الكلى، يا رب مد إيدك، يا رب مد إيدك. طلبت صلاة من أجل كرولوس منصور عنده 5 سنين بيبكي باستمرار وخايف. طلبت صلاة من أجل أنا مارينا. طلبت صلاة من أجل نبيلة عندها تعب في المفاصل. طلبت صلاة من أجل ريمون ثروت. طلبت صلاة من أجل ماجد، ربنا يحل مشاكله. أم باسم عندها ورم خبيث، الرب يشفيك يا أم باسم. طلبت صلاة من أجل مريم يوسف، مشاكل ربنا يحلها. طلبت صلاة من أجل إستير. طلبت صلاة إن رب يرزق مينا بنسل. طلبت صلاة والدي مريض بكورونا، ربنا يشفيه. ميرفت عندها سرطان. في نص دقيقة يا أخي مجدي حط طلبات دي قدام الرب. يا رب بالإيمان بنحط إيدينا على كل هذه الطلبات يا رب، كتير 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 طلبات كتير واحتياجات كتير، وإحنا محدودين لكن أنت غير محدود يا رب. أنت كلي القدرة، أنت لا يعثر عليك أمر، أنت كل هذا الكون بكل ما فيه أنت خلقته بكلمة منك يا رب، بأمر منك مكتوب هو قال فكان، هو أمر فصار. بنأمر يا رب باسم الرب يسوع شفاء يا رب، شفاء لكل هذه الطلبات يا رب، شفاء لكل مريض، للناس اللي عندها احتياجات لطفل، من فضلك يا رب ادي انت يا رب في اسم الرب يسوع. بصلي كمان لأجل اللي عندهم سرطانات مختلفة في أنحاء مختلفة، لمسة شفاء. بصلي لأجل مرضى الضغط والمشاكل الصحية، بصلي لأجل المستعبدين لسجاير والغير، وبصلي لأجل يا رب الشباب اللي متمردين يا رب، تقابل معاهم واصنع معجزات جزا يا رب، وفرح قلب أهليهم بيهم وقربهم إليك، وخلي حياتهم تتغير ويكونوا شهادة عن عملك. بصلي يا رب وبضع كل هذه الاحتياجات، وأنا عندي إيمان يا رب إنك أب حنين تسمع وتستجيب لكل الإكرام وكل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس واحد آمين. يا رب نحط كل الطلبات دي أمامك، واثقين يا رب إنك تسمع. أنت قلت دعوني يدعوني فأستجيب له. اسمع واستجيب يا رب لكل طلبة، لكل أنة قلب، لكل صرخة يا رب. أمين لكل أمين. في ناس حتى مش قادرة تتكلم من التعب، لكن رفع قلوبها ليك. أنت بتسمع وتستجيب. مد إيدك يا رب، مد إيدك فك المقيد، مد إيدك اشف المريض، مد إيدك ريح التعبان، مد إيدك اصنع معجزات الوقت اللي جات يا رب. أشكرك من كل القلب لأنك سمعت واستجبت لي كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين. أخي مجدي بشكرك من أجل وجودك معنا، ربنا يباركك ويكافئ تعب محبتك. وانت كمان يا دكتور، رب يباركك. احبائي يمكن الاسبوع اللي جاي كل سنه وانتم طيبين، هنبقى بننقل قداس العيد، فهنلتقي الاسبوع اللي بعده، لكن مواصلين صلاه، مستمرين في الصلاه. وقتنا خلص دلوقتي، لكن طوال الاسبوع خلونا نتحد في الصلاه ونطلب الرب واثقين يدعوني فاستجيب له. الرب معاكم، كل سنه وانتم طيبين.